السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله. أصدقائي، بهذا الفيديو رح نحكي عن حل مشكلة اختفاء القصص أو ستوريات في تطبيق فيسبوك. طبعا هاي المشكلة تواجه كتير أشخاص، مهما كان نوع جهازك ممكن أنت تتعرض لهاي المشكلة. فهي مشكلة أنه ممكن تظهر عندك ستوريات أشخاص وضعوا ستوري الآن بهاي اللحظة، ولكن ما تظهر عندك لبعد ممكن ساعات، أو ممكن ما تظهر أبدا، أو ممكن تختفي ستوريات عندك، ما تظهر ستوريات أصدقائك عندك على فيسبوك. فهاي المشكلة كتير أشخاص عم بيعانوا منها. اليوم رح نشتغل على حل هاي المشكلة بدون برامج وبدون تطبيقات وبطريقة سهلة وبسيطة، خطوتين بإذن الله وبتحل المشكلة، ومهما كان نوع جهازك طبعا أنت قادر أنك تحل المشكلة. كل ما عليك الآن هو متابعة الشرح إلى النهاية. السلام عليكم، مرحبا فيكم من جديد، ورجعنا لأكمل الشرح. مثل ما كنا عم نحكي عن حل مشكلة اختفاء القصص أو ستوريات في تطبيق فيسبوك، مهما كان جهازك وبدون تطبيقات وبرامج وبخطوتين بإذن الله بتحل المشكلة. قبل ما أكمل الشرح أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتساعدنا لنوصل ل 2 مليون مشترك. نعم، هدفنا الآن هو نوصل ل 2 مليون مشترك، وبمساعدتك بإذن الله رح نستطيع نوصل لهذا الرقم. بالإضافة لزر اللايك، هذا الشيء كثير بحفزنا وساعدنا إنه نستمر معكم. الآن يا جماعة، من أجل حل المشكلة فبتوجه بداية إلى الإعدادات، إلى الإعدادات الجهاز، وبعدها للأسفل في عندك خيار التطبيقات بدخل عليه، بعدها بيعرض لجميع التطبيقات الموجودة في الجهاز. بنزل للأسفل إلى تطبيق فيسبوك، ببحث عن تطبيق فيسبوك أو عن طريق البحث بكتب فيسبوك، فبوصل إلى تطبيق فيسبوك بدخل عليه، وبعدها إلى خيار مكان التخزين أيضا بدخل عليه. هلا هون بتلاحظ إنه عندكم في الأسفل في عندك خيار مسح البيانات وفي عندك خيار مسح التخزين المؤقت. بعمل مسح تخزين مؤقت، بضغط على خيار مسح التخزين المؤقت فبيتم عمل مسح تخزين مؤقت للفيسبوك. لا تعمل مسح بيانات لأنه ما رك بحاجة إنك تعمل مسح بيانات، مجرد مسح تخزين مؤقت. فأنا بحذف البيانات اللي موجودة في التطبيق. أحيانا التطبيق بيجمع كتير بيانات، ممكن يكون واحد توصل 1 جيجا أو 2 جيجا، فبعمل مسح، فبيعمل مسح للبيانات هاي اللي بيتم تحميلها عن طريق الواي فاي للمنشورات بتضل محملة أو شيء. وفي حال كان عندك أي مشكلة في تطبيق فيسبوك فبيتم بإذن الله إصلاحها عن طريق التخزين، مسح التخزين المؤقت. وطبعا ما بيخرج حسابك من فيسبوك عن طريق مسح التخزين المؤقت، بيبقى داخل الحساب والكل الأمور تمام. بعد ما تعمل مسح تخزين مؤقت أيضا تأكد أنك عامل، تدخل إلى جوجل بلاي تكتب فيسبوك، تتأكد أنك محدث التطبيق، تطبيق فيسبوك إلى أحدث نسخة. بعد ما تحدث وتتأكد أنك محدث فبرجع للخلف بعد ما عملت مسح تخزين مؤقت، وبتوجه إلى خيار الإدارة العامة، وبعدها إلى خيار التاريخ والوقت، وبعدها عندي أول خيار اللي هو التاريخ والوقت التلقائي. في حال كان مطفأ عندك فلازم تشغل هذا الخيار. هذا الخيار بيعمل على إعادة ضبط التاريخ والوقت عن طريق الواي فاي بحيث يكون التاريخ دقيق 100%. فأي لحظة شخص بيوضع ستوري فبتظهر عندك نفس اللحظة بدون فرق بالتوقيت، بدون مشاكل الفروقات بالتوقيت، تتغاضى عن هاي المشاكل، تتفاداها عن طريق هذا الخيار. في حال كان شغال عندك هيك مثلا أطفئه ورجع شغله، ما أنا خسران شيء، بترجع بتعمل ضبط مرة تانية. هاي هي الطريقة يا جماعة، بعد ما تطبق هدول الخطواتين بإذن الله بتنحل مشكلتك، إلا إذا كان عندك الحساب محظور يعني في عليه حظر من الشركة. أما إذا مشكلتك فقط مشكلة تاريخ ووقت ومشكلة في التطبيق يعني ما الجهاز عندك، فهدول الخطوتين بيحلل لك المشكلة بإذن الله. أتمنى تستفيدوا من هذا الشرح يا جماعة، ودمتم سالمين.